باش نمش داونا الكوميساريا في المعرف. حيدوا لنا الصماطي وكتفوا لنا بهم الله. لا مزيان ما نقدرش نعيط عليكم مباشرة. الحسن الثاني ارسل الاخ ديالي القدافي. بعثوا للمهدي مكة قال له انه الملك راغب ترجع بلاد. الا قلت له راني غندي لو موند للملك غادي يقول لي هذا حمق. كما انتظر سفينة إسرائيلية من أصول مغربية، فكانت مفاجأة. كيف تفسر هذه الاختيارات؟ لا دي مش مفاجأة بالنسبة لنا، كلنا إسرائيليين، ما فيش فرق بين يهود من أصل مغربي أو يهودي من مثل أمريكي أو يهود من مثل عراقي، كلنا إسرائيليين. وطبعا يعني أنا دبلوماسي منذ 1989 وعندي خبرة وتجربة في العالم العربي، وكان المقصود إنه أروح وأشتغل في العالم العربي وفي المغرب خاصة. خلال اللقاءات الافتراضية بين المسؤولين الإسرائيليين والمغاربة، نلاحظ أن المسؤولين الإسرائيليين من أصول مغربية يتحدثون مع نظرائهم باللهجة المغربية بطلاقة، عكس ما لا نرى هذه الصورة في باقي اللقاءات مع باقي الدول. لماذا هذا الحنين إلى المغرب؟ اللغة في أي مكان تعتبر وسيلة مهمة لاقتراب بين الناس وبين الشعوب. معرفة اللغة هي مهمة جدا، لأن معرفة اللغة هي مش بس اللغة نفسها، إنما تعبر معرفة الثقافة، التاريخ، التقاليد والعادات. ولما شفت الفيديوهات ولما تعودت على المكالمات التي أجريت بين وزراء من أصل مغربي والوزراء المغاربة، أنا شفت الحرارة وشفت التقرب بين الوزراء، وأنا بعتقد أنه هذا هو شيء جميل جدا. هل يمكن للغة أن تقرب وجهات النظر بين الطرفين أكثر؟ أكيد اللغة برضو تعكس طريقة تفكير، رؤية مشتركة وإلى آخره. ولهذا السبب أعتقد أنه نعم، هي ممكن تستخدم لتقرب بين الشعوب وبين الناس. كيف تلقيت خبر تعيينك في المغرب؟ أنا فعلا كنت سعيد جدا. أنا عندي أصحاب كتير من أصل مغرب، من أصل مغربي، ولما عرفوا انه عينوني هنا للمغرب هم كلهم كانوا فرحانين جدا. انا شخصيا زرت المغرب من 10 سنين وشفت البلد، شفت الناس، قبلت الناس في المدن مختلفة، واتبسطت كتير من الجولة السياحية اللي عملتها ساعتها. ولهذا السبب كنت فرحان لما اقترحوا لي انه اوصل للمغرب كممثل اسرائيلي، كرئيس البعثة الاسرائيلية في المغرب. ما هو الاختلاف بين زيارتك كسفير كدبلوماسي وزيارتك كسائح اجنبي؟ هل لمست الفرق؟ في فرق طبعا، في فرق كبير. لما تزور البلد كسائح انت تتفسح وما عندكش اي مسؤولية، انما لما تكون بمنصب رسمي لازم تكون عندك مسؤولية وحساسية اكتر من اي سائح. انت تحضر لكتاب جديد،
ما السر في هذا الكتاب؟ ماذا سيوجد فيه؟ ما فيش أسرار يا سيدي، أنا دبلوماسي، بالنسبة لنا ما فيش أسرار، كله زي ما بيقولوا في مصر على الترابيزة، ما فيش أسرار. الكتاب الجديد يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وهي مبنية على تجربتي من الخدمة الدبلوماسية بتاعتي في مصر، وإن شاء الله يعني أكمله كمان شوي وينشر وحضرتك تقدر تقراه. في إسرائيل كيف كانت العلاقة ما بين يهود من أوروبا الشرقية واليهود المغاربة؟ هل كانت علاقة ودية؟ كيف كانت تلاقي حكومة؟ طبعا العلاقات قريبة جدا، كل الإسرائيليين مثلا يروحوا لنفس المدارس ونفس الجامعات وبيخدموا مع بعض في الجيش، وطبعا العلاقات قريبة وعلاقات طيبة، أي يهودي من أصل مغربي مثلا يتجوز مع واحدة من أصل أوروبي، وده طبعا التدخل في إسرائيل هو بيصير على شكل يومي ما في شك. حتى نرى أن هناك أعياد يهودية مغربية تم تبنيها في إسرائيل. أكيد حضرتك، الحما حضرتك الميمونة اللي عملناها من أسبوع هي مثال لهذا التقرب. في البداية الميمونة كانت عيد يحتفلوا به اليهود من الأصل المغربي بس، إنما بعد فترة الميمونة أصبحت لعيد قومي إسرائيلي يحتفلوا به كل أشراح الإسرائيليين. والدك كان سفيرا من قبل، هل كانت هناك توجيهات من والديك لكي تنهج هذا المنوال أو صدف الحياة؟ لا صحيح، والدي كان سفير إسرائيل في رومانيا وفي النمسا، وأنا لما كنت صغير رحت مع والدي ووالدتي لبلدان أخرى، وطبعا أنا تودعت على الحياة السلك الدبلوماسي. بالنسبة لي أنا حبيت أنضم للسلك الدبلوماسي الإسرائيلي، والحمد لله نجحت في مهماتي بعد ما كملت الدروس في الجامعة العبرية، دخلت واشتغلت في وزارة الخارجية لحد النهاردة. ما هي تطلعاتكم بعد رجوع العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى سابقها عادية؟ أنا متفائل جدا وتوقعاتي هائلة، أنا متأكد أنه بعد فترة نتقدم في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وخصوصا مجال المياه، الزراعة، التكنولوجيا والطاقة المتجددة. عندنا خبرة وتجربة مهمة، وإحنا مستعدين للتقسم هذه التجربة مع أصدقائنا في المغرب، وأنا متأكد أنه النية طيبة موجودة والمصالح المشتركة موجودة كمان، ولهذا السبب أنا متفائل بتقدم العلاقات الثنائية. ما هي أهم المشاريع التي ستركزون عليها في المغرب؟ والله ما فيش مشروع واحد، في كذا مشروع، في مجال المياه، وفي مشروع في مجال الزراعة، وفي مشاريع أخرى بالمجال الثقافة والتعليم، وفي نفس الوقت نشتغل على إقامة رحلات مباشرة بين المغرب وإسرائيل. الرحلات المباشرة تأجلت شوي بسبب جائحة الكورونا، إنما أنا بتوقع أنه بعد شهرين هنقوم برحلات مباشرة، وعدد السياح الإسرائيليين اللي يزوروا المغرب هيزيد بعدد كبير. هل تتوقعون ارتفاع في نسبة التبادل التجاري بين البلدين؟ صح،
احنا مضينا على 5 اتفاقيات في مجال الاقتصاد والاستثمارات والجمارك والتأشيرات وإلى آخره، وفي في نفس الوقت احنا نشتغل على اتفاقيات تانية في مجالات أخرى. والمهم هو انه هذه الاتفاقيات تشكل الإطار القانوني للتعاون المشترك. سعادة السفير ديفيد غوفرن، رئيس مكتب اتصال إسرائيلي بالمغرب، شكرا لك. شكرا بزاف.